السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ما راح نتابع. جلسة الخميس القادم ستتضمن فقرة واحدة في جدول الأعمال وهي انتخاب رئيس الجمهورية. جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبلاد، تطورات سياسية تغذي رصيد الانفراجات. تم تسجيل في آخر إحصائية لغاية 11 من تشرين الأول 17 حالة مؤكدة مشخصة سريريا ومختبريا. مع بدء العام الدراسي الجديد، الكوليرا تقتحم مدارس السليمانية والصحة تعلن حالة الطوارئ. السلام عليكم مجددا مشاهدي الأحبة. المحطة الأصعب وأهم الاستحقاقات الدستورية المتأخرة منذ عام، لم يتبقى سوى ساعات قليلة على تكرار البرلمان تجربة انتخاب زعيم جديد لقصر السلام، واللي ما كتب إلها تصويب الهدف غير مرة. لكن جملة من التطورات السياسية في الساعات الأخيرة ردمت هوة الخلاف المستعر بين أحزاب الشمال وقربتهم من فرص الاتفاق على مرشح متفق عليه تدخل به إلى جلسة التصويت، معطيات رحلت كل التحليلات اللي تدفع بفشل هذه الخطوة، ورفعت من رصيد تجاوزها للعبور نحو تكليف مرشح رئاسة الوزراء، طبعا وراها البدء بتوليفة حكومية قادرة على تجاوز التحديات، وأيضا ترقب سياسي وشعبي لمآلات هذه الجلسة وقدرتها على كسر قيود الانسداد اللي أوقفت العملية السياسية في محطات كادت أن تودي بالبلاد إلى الهاوية لمرات غير قليلة. أما في ثاني ملفات حصادنا لهذه الليلة، بخضم كل هاي الأزمات اللي يشهدها البلد انضافت إلها أزمة صحية وهي وباء الكوليرا، اللي طبعا هو مو جديد على الشعب العراقي فقد شهدها منذ أعوام عدة، لكن الإهمال للبيئة وتنقية المياه هو السبب الرئيسي بعودة هذا الوباء، خصوصا مع التحاق أبنائنا الطلبة بالمدارس مع بداية الفصل الدراسي الجديد. وكلنا نعرف وضع المدارس الحالي، بل بشكل عام المياه تفتقد للنظافة اللي تعتبر هي السبب الأساسي للإصابة بهذا الوباء. بالتالي الجهات المعنية يجب أن تتحرك بخصوص هذا الموضوع قبل أن يصل الوباء إلى مستويات يصعب السيطرة عليها، بعد أن شهدت محافظة السليمانية لربما لا سمح الله أن تصل إلى محافظات أخرى. إذن مشاهدي الأحبة، هذين الملفين راح نتابعهم في حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله. مع تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللي كانت نتاج حراك سياسي لم ينقطع، توصلت فيه الكتل السياسية إلى أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية، وثاني هذه المتطلبات هي رئاسة الجمهورية اللي تشير المعطيات المتوافرة أن الكتل الكردية تجاوزت الخطوط الحدية، وهذا ما راح يسهل حتما عملية الحسم في الفضاء الوطني. نفتح وياكم هذا الملف مشاهدي الأحبة، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حميد. ساعات قلائل تفصل الشارع السياسي عن العقدة الأبرز في الأزمة السياسية. جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي حدد لها الخميس موعدا بعد تذيل تواقيع 170 نائبا الطلب المقدم لرئاسة المجلس لعقد جلسة انتخاب الرئيس العاشر للبلاد. جلسة الخميس 13 من هذا الشهر تتضمن فقرة انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للنصوص الدستورية الملزمة بذلك وقرارات المحكمة الاتحادية وأيضا طلب السيدات والسادة النواب. هذا النداء الجديد الذي عقدت لأجله جلسات لم يكتب لها النجاح ولم تحقق هدفها بتسمية رئيس جديد للبلاد،
فحال الانسداد دون إتمام هذا الاستحقاق الدستوري، فلم يكتمل نصاب الثلثين لقانونية الاختيار غير مرة، وهذا ما انسحب على نتائج الجلسات وخطوات تشكيل الحكومة والاجتماعات النيابية للبرلمان بنسخته الخامسة منذ ولادته. كل الأنظار تصوب إلى جلسة الخميس الفاصلة واقعا بين قبة المجلس النيابي وقصر السلام، والذي سبقها حراك مكوكي لا يوازيه أي نشاط آخر، لكن نتائج هذا الحوار لا تزال معلقة حتى ساعة انعقاد هذه الجلسة، كما يبدو تبعا للتطورات الجارية حتى ساعة إعداد هذا التقرير، والمتمثلة بمبادرة الديمقراطي الكردستاني الذي سحب مرشحه الرئاسي ريبر أحمد ودعم المرشح التوافقي عبد اللطيف رشيد داخل البيت الكردي، والتي حظيت بترحيب من دولة القانون. ومع هذه التطورات في الساعات واللحظات الأخيرة، والتي بددت عمليا كل ملفات الغموض التي أحاطت بما سبق من الجلسات وقربت الإجابة عن تساؤلات متكررة لمصير الجلسة، فإن مخرجاتها حتما سترسم خطوطا سياسية جديدة للمشهد المنغلق على نفسه منذ تشرين الأول الماضي. إذا ما تمكنت القوى السياسية من تجاوز هذه العقبة، فإنها ستزيل حجر العثرة أمام قطار تشكيل الحكومة الذي انطلق قبل مدة. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ ايهاب عياد مرزه عضو تيار الفراتين، حياك الله استاذ ايهاب. حياك الله استاذ محمد. وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد ديار عقراوي عضو الاتحاد الوطني من السليمانيه، حياك الله سيد ديار. ابدا معك استاذ ايهاب، نتحدث عن جلستين برلمانيتين بعد الانقطاع اللي صار، ما استطاعت ان تقدم الاستحقاق الدستوري الثاني رئاسه الجمهوريه، ولكن الجلسة المزمع عقدها غدا إن شاء الله بها مغذيات جديدة، ما هي أبرز هذه المغذيات اللي من الممكن أن يتفائل بها العراق على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي؟ بدأ نرحب بك وبقناتكم الكريمة وجمهوركم الكريم. المغذيات الأساسية اللي استندت عليها جلسة يوم غد هي يجب المضي بالاستحقاقات الدستورية وإكمال شكل الحكومة، لأن هنالك شعب ينتظر إكمال هذه الاستحقاقات، ومجتمع دولي حث على إكمال هذه الاستحقاقات، فهذه العوامل هي الدافع الرئيس بأن نمضي بهذه الاستحقاقات نحو الأمام، وبادرة طيبة من الحزب الديمقراطي أن يسحب ترشيح السيد ريبر أحمد وفسح المجال أمام مرشحين آخرين. طيب بهيش حال أنه يعني لربما راح نشهد أنه أيضا تكليف بعد إذا تم اختيار رئيس الجمهورية راح يكلف المرشح لرئاسة الوزراء؟ يعني بشكل قطعي أنه يجب أن يكلف السيد المرشح لرئاسة الحكومة إن كانت أثناء الجلسة أو ما بعد الجلسة. طيب. ولكن بكل تأكيد سوف يتم تكليف السيد السوداني إذا إن شاء الله إذا تم حسم ملف رئيس الجمهورية. طيب وجدت ترحابي حضرتك أستاذ ديار عقراوي، نتحدث عن هذه المعطيات الجديدة اللي دخلت على الساحة السياسية. يعني الديمقراطي الكردستاني قدم مبادرة لإنجاح جلسة يوم الخميس، سحب مرشحة ريبير أحمد، دعم الدكتور لطيف رشيد كمرشح تسوية، وبالمقابل أيضا هذا الموضوع لاقى ترحيب من قوى ائتلاف إدارة الدولة. تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم الأكارم. لك كل التحية. حقيقة بالنسبة لنا نحن كاتحاد الوطني الكردستاني، ومن خلال البيان الرسمي من المتحدث الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، نحن ما زلنا متمسكين بمرشحنا وهو السيد دكتور برهم أحمد صالح. غدا سنشارك الجلسة ومرشحنا هو السيد دكتور برهم أحمد صالح. ليست لدينا لحد الآن لا مرشح تسوية، ولم نتفق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول منصب رئاسة الجمهورية. نحن كاتحاد الوطني الكردستاني نرى أن هذا المنصب من استحقاقنا حسب تفاهماتنا واتفاقاتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ 2005 وإلى الآن. نحن كاتحاد الوطني الكردستاني حول منصب رئاسة الأقليم
لم نقدم أي مرشح منافس لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ متمسكون باتفاقنا وتفاهمنا مع الديمقراطي. ولكن للأسف منذ 2018 هذه المرة أيضا تكررت العملية، إذ نأتي بمرشحين، ولكن هذه العملية ديمقراطية. نحن كحزب الاتحاد الوطني نحترم الآليات الديمقراطية، وغدا إذا شاركنا أيضا بمرشحين، نحن كاتحاد الوطني الكردستاني مرشحنا هو السيد الدكتور برهم أحمد صالح، ولدينا تفاهمات مع الأخوة في الإطار التنسيقي أيضا حول هذا الموضوع، وقالوها بصراحة أي مرشح يقدمها الاتحاد الوطني الكردستاني سوف ندعم ونصوت لهذا المرشح. طيب هنا نتحدث أيضا أستاذ إيهاب عن جلسة يوم غد، يعني هسه لربما من تصريح رئيس البرلمان السيد الحلبوسي هنالك من حلل هذا الخطاب بأن هنالك تنويه لتكرس هذه الجلسة فقط لانتخاب رئيس الجمهورية، بالتالي هذه الخطوة ما راح تعتبرها أنه خطوة بالاتجاه الصحيح لما ثاني استحقاق دستوري تأخر كثيرا، جاوزنا العام على الانتخابات اللي كان كنا نسميها مبكرة، وفي هذه الحالة إذا ما تم انتخاب رئيس الجمهورية راح نقطع شوط كبير في هذه المرحلة. إن شاء الله ينتخب رئيس الجمهورية، وأنا أتمنى على الضيف الكريم والاتحاد الوطني الكردستاني أن يمضوا بتفاهمات أوسع لرفع الحرج عن الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة ككل، حتى نمضي بعجلة التقدم بتشكيل الحكومة بشكل كامل. والسيد الحلبوسي بإشاراته على إكمال استحقاقات هي مسألة صحية وجيدة، فبالتالي ننظر بشغف على إكمال هذا الاستحقاق. طيب كثير من الآراء السياسية ذهبت إلى أنه عدم اكتمال النصاب، ونوهت إلى لربما حدوث هكذا سيناريو في جلسة الغد. كيف تنظر كتيار الفراتين أو قوى ائتلاف إدارة الدولة إلى جلسة يوم الغد؟ هل من المتوقع أن يكتمل النصاب أم أن هنالك أشياء تحول دون ذلك؟ المباحثات مستمرة، والحث على إكمال النصاب والدخول بمرشح واحد إلى غاية جلسة يوم غد، وحتى أثناء الجلسة سوف تستمر. فبالتالي بكل تأكيد نتمنى أن كما قلت سابقا أن يرفع الحرج وأن يكتمل النصاب والمضي بانتخاب رئيس الجمهورية. طيب سيد عقراوي أيضا نتحدث عن هذه الجزئية، يعني لغة الأرقام المشترطة في هذه الجلسة ليست بالقليلة، نصاب الثلثين أي 220 نائب، هل راح تستطيع القوى السياسية تأمين هذا العدد؟ وهل ستكون يعني جدول أعمال الجلسة راح يكون فاتح لشهية النواب من أجل الحضور وتمشية أو تمرير الاستحقاق الدستوري الثاني؟ حقيقة أريد بس أوضح للسيد ضيفك الكريم، نحن كاتحاد الوطني الكردستاني دائما وكنا على نهج السيد مام جلال، نحن مع الحوار الوطني، وطالبنا منذ البداية نحن مع مشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي، وهذا أمر يتطلبه الواقع السياسي الحالي في العراق. نحن دائما كنا مع التفاهمات، ولكن هذا نحن نراه حقا دستوريا وحقا استحقاقيا انتخابيا لنا، سنشارك في العملية سواء فزنا أم لم نفز، آلية ديمقراطية نحترمها. أما موضوع الأرقام فغدا أنا باعتقادي النصاب سوف تكتمل لأسباب، منها أولا العدد الإطار التنسيقي لا بأس بها، زائدا الاتحاد الوطني الكردستاني، وزائدا التقدم، وزائدا إخواننا البابليون، وكذلك أنا من باعتقادي أن السنة أيضا سوف يشاركون، وذلك لأن استحقاقهم الدستوري أخذوها، وخاصة بعد إعادة دعم الثقة للسيد الحلبوسي، إذ قبل كان النواب الصادرين انسحبوا من العملية السياسية، وقبلها النواب من الإطار التنسيقي لم يصوتوا، وكذلك الاتحاد الوطني والبابليون والدعم فتقدم عفوا، فهذه المرة أيضا جددوا الثقة للسيد الحلبوسي، فأنا باعتقادي أن السنة أخذوا استحقاقهم وسوف يشاركون غدا
ويكتملون النصاب القانوني، هذا باعتقادي يعني. طيب، يعني التفاهمات اللي حدثت عبر التواصل المباشر واللجان من تحالف إدارة الدولة، خصوصا اللجان الثنائية التي ذهبت إلى كردستان وتحاورت فيما بينها، شكل مجلس النواب يوم غد، أشار السيد عقراوي إلى حتى الكتل السنية بعد أن أخذت استحقاقها في مجلس النواب ستحضر بقوة في هذه المرحلة، هذا علما تعزوه أستاذ إيهاب، هل تعزوه إلى التفاهمات السياسية اللي حدثت؟ هل هناك اتفاق وإجماع على حضور هذه الجلسة وبالتالي تمرير رئاسة الجمهورية؟ كما ذكر ضيفك الكريم أنه الأخوة في تحالف السيادة أخذوا استحقاقهم، فبالتالي موضوع حضورهم هو يعني محتم أن يحضرون لجلسة مجلس النواب، ولكن يعني كائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي وإطار الفراتين بالتحديد نتمنى أن يحضر الجميع لتمرير رئيس جمهورية متفق عليه كمرشح تسوية، إن كان الدكتور برهم صالح أو إن كان عبد اللطيف رشيد، هذا هو الأهم حتى لا ندخل في مسألة الإقصاء وندخل في مسألة أنه أحرجنا طرف ضد طرف آخر، بالتالي هذه لها عواقب سياسية قادمة، هذا الموضوع يا ريت أن نبتعد عنه ونمضي يوم غد بجلسة بانتخاب رئيس جمهورية متفق عليه، وما بعد ذلك تكليف رئيس للحكومة، نوع من الاستقرار السياسي بعد هذه المرحلة وتلك إن رسمت كما يعني أوضحت. طيب سيد عقراوي، يعني التفاهمات السياسية لحد هذه اللحظة أيضا شملت المنهاج الوزاري، مرشح الإطار، بالتالي هذه الجلسات من المؤمل إلها أن تمضي قدما لتكملة هذه الاستحقاقات وتشكيل الحكومة، لأنه بصراحة إذا ما أخذنا الوضع العراقي على مستوى شعبي وجماهيري، الوضع يزداد تعقيد والمواطن بحاجة إلى موازنة، خدمات، إلى آخره من هذه التفاصيل، والمضي في هذه الاستحقاقات الدستورية يتطلب سرعة في اتخاذ هكذا إجراءات. بكل تأكيد نحن كقوى سياسية في العراق بكل المكونات نحن مقصرون أمام الشعب، كان لابد لهذه الحكومة لأنها كانت حكومة جاءت رغبة لطلب الشارع ومن التشيينين ومن مثل ما يقولون يعني مظلومية الشعب العراقي، حقيقة جاءت هذه الانتخابات لكي يملئ هذا الفراغ وننهي من الفساد الإداري وكذلك من المحاصصة وكذلك من الانفلات السياسي الانفلات المسلح داخل الأحزاب السياسية بالنسبة للحكومة، وكذلك يعني مشاكل عدة منها كهرباء وماء ومسائل أمنية ومسائل اقتصادية، كل هذه المشاكل تراكمت حقيقة على الشعب العراقي، يعني إلى أن وصلت أنه نسبة الانتخابات نسبة المشاركة في الانتخابات كانت مقارنة بعدد يعني اللي لهم حق التصويت نسبة ضئيلة جدا، إذ أن الشعب العراقي صار في وادي والحكومة والأحزاب صاروا في وادي حقيقة، كل ما يهم الشعب العراقي هو أنه يأخذ استحقاقاته أبسط خدمات من المعيشة ومن التفاصيل اليومية، ولكن للأسف صار الذي صار وتأخر الحكومة إلى أن وصلت إلى حد سنة، يعني ينبغي على كل القوى السياسية أن تتجه نحو الحوار الوطني وتنهي هذه المعاناة ونبدأ بصفحة جديدة ونشكل حكومة قوية تكون داخل البرلمان لها دعم قوي لكي يستطيع أن نحل هذه المشاكل وننهي هذا الفساد والمحاصصة وكل مشاكل الذي يعانيه المواطن العراقي. بكل تأكيد هذه الحكومة تأخرت، كان لابد أن يعني نشكلها من بداية السنة، ولكن للأسف ولكن نحن مستمرون وعلينا أن ننهي هذه الخلافات ونشكل حكومة. نعم. طيب سيد إيهاب، في هذه الحالة يعني عندما إذا ما مشت الأمور على مثل ما مخطط لها في جلسة الغد، تبقى عندنا الاستحقاق الثالث وهو اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، ترى كم سيستغرق هذا التشكيل واختيار الحكومة والكابينات الوزارية وعرض المنهاج الوزاري وتصويت داخل مجلس النواب؟ إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار هنالك مواطن ينتظر الحكومة التي وصفت نفسها بحكومة الخدمات، يعني
اولا الحكومه المقبله تنظر ان انها ستكون ابويه وحكومه انجاز وليس خدمات على الصعيد الخدمي، فبالتالي مساله اختيار الوزراء سيكون اختيار دقيق، ومن خلال برنامجكم السادة في الكتل السياسية سوف يعرضون من 3 إلى 5 أسماء عن كل وزارة. في هذه التشكيلة تختلف عن التشكيلات السابقة. من حيث؟ من حيث أن كل مرشح لوزارة سوف يخضع أمام لجنة فنية بمجال الوزارة الذي يرشح لها، فبالتالي سوف يخضع لاختبارات، يخضع لدراسة المهارة، بالتالي ينصب أو يتم استئزاره لهذه الوزارة. وهذا الموضوع تعرف يأخذ حيز من التدقيق في أسماء الوزراء، وأعتقد أنه ممكن أنه يكون ما بين نصف الفترة المسموحة في الدستور إلى نهايتها، لأن المضي بتشكيل حكومة قوية قادرة على أن تقدم خدمة وإنجاز هو هذا الهدف، ليس فقط أنه هي تكون حكومة مررت بشكل عاجل وعلى عجالة، وبالتالي ما راح تكون بالمستوى اللي كل الشعب ممكن أن يتمناه مع وعود المرشح اللي هو السيد محمد الشاع السوداني، أنها ستكون حكومة قادرة قوية تستطيع تقديم الخدمة يعني من حيث أسماء المرشحين للوزارات، بالتالي يجب القفز من حالة تردي الخدمات إلى حالة الانتعاش بالنسبة للمواطن الفقير. طيب سيد عقراوي، يعني في قضية تشكيل الحكومة، هل ستتفهم الكتل السياسية بأن هؤلاء المرشحين سيخضعون إلى تقييم الأداء وتقييم المهارات، وبالتالي قبول مرشح على حساب مرشح آخر؟ يعني هنا دخلت عندنا معايير جديدة لاختيار الوزراء، الكتل السياسية راح تساعد المكلف في هذه الحالة على المضي بتشكيل كابينته الوزارية بهذه الأريحية؟ حقيقة هذه الحكومة لابد أن يعني تستفيد من الأخطاء الماضية، يعني الحكومة الماضية أيضا لجأت إلى التكنوقراطية، أيضا لجأت إلى الخبرة، أيضا لجأت، ولكن بالنهاية المحاصصة هي التي غلبت للأسف. هذه المرة حسب منهاج وحسب رؤية السيد السوداني بالنسبة لأقليم كردستان وبالنسبة للمشاكل في داخل العراق، سواء كانت مسألة الفساد أو مسألة توفير الكهرباء أو مسألة مسائل اقتصادية أخرى، يعني حقيقة نحن لابد أن نخرج من الشعارات ومن المسائل النظرية، لابد أن نتجه إلى المسائل العملية. الحكومة هذه الحكومة أتت على دماء شهداء العراقيين، متشين من آلاف الشهداء والجرحى، حقيقة يعني لابد لهذه الحكومة أن تعي وتفهم وتستفيد من الأخطاء الماضية، وتعلم جيدا أنها أتت من ضمن مطالب الشعب، وجاءت انتخابات مبكرة استجابة للشعب العراقي، واستجابة للمرجعية، واستجابة للشرفاء العراقيين. حقيقة لابد لهذه الحكومة أن تعي وتفهم هذه الأشياء، وأن تكون حكومة خدمية وتعيد الثقة لأبناء الشعب العراقي. وكذلك بالنسبة لأقليم كردستان، لابد لهذه الحكومة أن تقوم بحل هذه المشاكل التي سبقت ولم تحل، وخاصة وأنها من ضمن مواد دستورية، منها مثلا المادة 140 ومسألة النفط والغاز وكثير من الأمور. لابد للحكومة هذه الحكومة مثل ما تفضل ضيفك الكريم أن تكون حكومة أبوية، حكومة خدمية قوية، وهذه لابد أن نتجه إليها. وإلا أنا باعتقادي، لا أقول المرة الأخيرة، ولكن أستطيع أن أقول سوف يكون العملية صعبة جدا في المستقبل إذا هذه الحكومة سلكت الحكومات السابقة في أخطائها. لابد أن تعيد وتستفيد من الأخطاء الماضية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد ديار عقراوي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حدثنا عبر سكايب من السليمانية، وشكر كثير حضرتك الأستاذ عياد مرزة. من عقرة من دوق ليس من سليمانية. نعم، من دوق عقرة ليس من سليمانية.
نشرف حضرتك وشكرا جزيلا لحضرتك استاذ ايهاب عياد مرزه عضو تيار الفراتين ضيفا كريما في الاستوديو. متواصلين معكم في ملفنا الثاني نتابع بعد الفاصل. إحصائية لغاية 11 من تشرين الأول 17 حالة مؤكدة مشخصة سريريا ومختبريا. مع بدء العام الدراسي الجديد الكوليرا تقتحم مدارس السليمانية والصحة تعلن حالة الطوارئ. حياكم الله مشاهدينا الأحبة. طبعا مع بدء العام الدراسي الجديد وهنالك في محافظة السليمانية تزايد لحالات الإصابة بالكوليرا، ووزارة الصحة بدورها اتخذت التدابير اللازمة للوقوف بوجه انتشار هذا المرض اللي يعتبر من أمراض العدوى بين الأشخاص، لكن أيضا الجهات المعنية من غير وزارة الصحة يجب أن تشاطرها بهذا الدور والمسؤولية للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين بشكل عام والطلاب بالمدارس بشكل خاص، بالتالي القضاء على هذا الوباء قبل أن نمر بأزمات كما حصل في زمن كورونا وكما يحصل في محافظة السليمانية. خلونا نناقش هذا الملف مشاهدي الأحبة، لكن بعد أن نتابع تقرير مراسلتنا نوح الشمري. تزامناً مع عودة الفصل الدراسي في البلاد يعاود مجدداً المرض الوبائي الكوليرا الذي اختفى منذ أعوام لينتشر في محافظات البلاد. مخاطر انتشار هذا الوباء تحذر منه وزارة الصحة العراقية، حيث شكلت اللجان الرقابية والتعليمية للتوعية من هذا المرض الخطير، بالوقت الذي يتوجب على الجهات المسؤولة اتخاذ التدابير اللازمة بتنقية المياه الذي يعتبر أبرز أسباب الوباء للحفاظ على سلامة المواطن. طبعا توجد فرق للصحة المدرسية مع تعزيز الصحة في دائرة الصحة العامة، وأيضا شعب تعزيز الصحة في داخل مؤسسات صحية تقوم بزيارة المدارس وبث التوعية والإرشادات الصحية للأطفال والطلاب والتلاميذ سواء في المدارس أو في الجامعات. والحالات اللي يتم الشك بها أيضا يجب أن تراجع المؤسسة الصحية حتى تتلقى العلاج الممكن وتجنب انتشار هذه العدوى بين الطلبة والتلاميذ. ففي السليمانية أعلنت الصحة عن حالة الطوارئ للحيلولة دون انتشار الوباء بين الطلبة، والمخاوف تحذر من التحاق بقية المحافظات بها، فقد أوضحت الوزارة بقصاصات إرشادية أسباب انتشار الكوليرا مع الوقاية من هذا الوباء وإجراء التحاليل الطبية للتشخيص، فيما إذا أصيب المواطن لاتخاذ التدابير اللازمة التي تحد من انتشاره بين عامة الناس. هناك لجان رقابية وأيضا لجان توعوية لتوعية المواطنين بخطورة هذا المرض وكيفية الوقاية منه وضرورة مراجعة المؤسسات لتلقي العلاج المناسب. أيضا هناك جهات رقابية تعمل على تأكد من نسبة الكلور في الماء وكيفية تعقيم المياه تجنبا لانتشار هذه الأمراض في بلدنا الحبيب. وزارة الصحة في تصريحها لفضائية الأيام ذكرت أن تفشي الوباء خلال الأشهر الأخيرة أصبح بتزايد مستمر، إذ تم تسجيل آخر إحصائية تخطت الأعداد حاجز 2011 حالة في عموم المحافظات، من بينها أكثر من 13 حالة وفاة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ داود الحلفي المحلل السياسي والباحث التربوي، وكذلك ينضم معي ضيفا كريما في الأستوديو الأستاذ أحمد الجميلي رئيس مجلس الآباء والمعلمين في الكرخ الأولى. حياك الله أستاذ أحمد. نتحدث أستاذ داود عن بدء العام الدراسي، بالبداية مبارك لكل طلبتنا الأعزاء والأسرة التعليمية ببدء العام الدراسي، وإن شاء الله يا رب عام خير وبركة، ومتأملين
هواية من الأماني أنه يتم في هذا العام بعد أن كان تعليم إلكتروني لفترات طويلة ومدمج لفترات أخرى. بالنتيجة راح نتأمل أنه يكون هذا العام عام خير وبركة على الجميع. نتحدث عن ما حدث في محافظة السليمانية. العام شهدنا أو بداية هذه السنة شهدنا أنه يعني كان هنالك انتشار لوباء الكوليرا، ولكن مع بدء العام الدراسي وفي المدارس 700 إصابة، هذا بصراحة الموضوع يدق أدنى ناقوس خطر. شلون تنظر إلى هذه الإجراءات المتخذة في هكذا محافظة وانعكاساتها ربما على محافظة بغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ أحمد ولمشاهدي قناة الأيام، وأيضا لضيفك الكريم أستاذ أحمد الجميلي. ونتمنى من كل قلوبنا أنه يكون عام دراسي ناجح وحقيقة موجه اتجاه صحيح. بدأ اليوم صباح اليوم 12 مليون تلميذ إلى المدارس الابتدائية في كافة مراحلها المتوسطة والإعدادية والابتدائية. حقيقة احنا تفاجأنا اليوم سمعنا بالأخبار أنه هناك وباء كوليرا في محافظة السليمانية، والكثير من الأخصائيين بالصحة أكدوا أنه ليس بخطورة الكوفيد 19 حقيقة، لأنه هذا الوباء اللي هو كوليرا أو المرض بكتيري وليس جرثومي وينتقل بالنفس أو بالهواء أو ما شابه ذلك أو بالتلامس، وإنما ينتقل بحالات أخرى كان مخلفات الإنسان، دورات المياه، الأغذية الغير معقمة بشكل، خصوصا الخضروات التي تسقى من المياه الثقيلة. فبالتالي ليس هناك خطورة بالتصور اللي ببالي وببالك أنه ممكن ينتقل إلى بغداد وإلى محافظات أخرى. ويعزون الأخصائيين الصحيين أنه هذا الكوليرا هو له علاج أصلا، يعني بس لازم نتدارك الأمور منذ البداية، لأنه وصفوا لنا أعراضه، فاللي شاهد هذه الأعراض عليه أن يراجع أقرب المراكز الصحية لتفادي الخطورة، وله هو مرض قاتل إذا يستفحل في الجسم وعدم السيطرة عليه. فبالتالي مدارسنا إن شاء الله حقيقة خالية في بغداد وكل المحافظات. هذه أرادنا حملة توعية. حملة توعية. من اللي مسؤول عن هذه الحملة؟ طبعا هناك أقسام صحية في وزارة التربية، الإعلام الصحي، الإعلام التربوي، هو المسؤول مسؤولية تامة بتوعية عبر شاشات التلفاز والتوعيات الورقية والتثقيفية، وإدارات المدارس، مجالس الآباء، المديريات العامة لازم تأخذ دورها أنه كيفية تفادي هذا المرض وكيفية استخدام الوقاية قبل أن يقع آثاره في بغداد وباقي المحافظات. بالنسبة لنا إحنا كتربويين حقيقة مطمئنين أنه لأنه بيئة هذا المرض ما متوفرة عندنا في بغداد، هو يكثر في دورات المياه ويكثر في الفواكه التي تسقى من المياه الثقيلة اللي هي مخلفات الإنسان. فبالتالي عندما حقيقة نتقي أو نبتعد عن هذه الحالتين اللي هي تكاثر هذا المرض ممكن أن نسيطر، وخصوصا أيضا هو يكثر في درجات الحرارة والرطوبة، وإحنا أيضا عندنا مخاطرة كلش كبيرة في مدارسنا نعانيها منذ زمن بعيد، هي الازدحام العددي للتلاميذ وللطلاب اللي ممكن يوصل إلى 60 أو 50 أو حتى 70 في بعض المدارس. فبالتالي تسبب لنا خطورة أكثر من خطورة وباء الكوليرا، لأنه ممكن أحد الأشخاص بمرض غير الكوليرا ممكن أن يسبب بهذا الاتجاه مخاطر صحية. نأسف أنه وزارة التربية لحد اليوم ما استدركت بعض الحلول اللي من خلال مثلا فتح المدارس، تخفيف العبء عن الإدارات المدرسية ببناء مدارس جاهزة، بناء مدارس حتى لو كانت كرفانات، حتى لو كانت أمور أخرى، لأنه بعد 20 سنة من الخطط والرسومات والوعود ونجد أنه الصف الواحد بي 50 طالب أو 60 طالب، هذه حقيقة فد نكسة للفكر التربوي وللتخطيط التربوي في العراق. طيب أستاذ أحمد الجتر، حابب حضرتك كأولياء أمور لما نتحدث عن أول يوم بالدراسة نتحدث أنه عن الحياة سعيدة والطلاب يروحون بهاي الملابس الجديدة، ما أدري هي محفوظة كانت في القراءة، لكنه لما نتفاجأ هسه أكو بعض التقصيرات، المدارس غير مؤهلة من ناحية النظافة لاستقبال العام الدراسي الجديد، يروحون الطلاب يمسحون ويكنسون، هاي سبل على صفحة. قضية التهالك الأبنية المدرسية، قضية المناهج وعدم طباعتها، كل القضايا ممكن أنه نتحملها ونتجاوزها، لكن القضية اللي تتعلق بصحة الطفل هاي لازم نتوقف عندها. مساء الخير لك أستاذ أحمد ولضيفك الكريم الأستاذ رادح وإلى مشاهدي قناة الأيام. حقيقة في البداية نهنئ أبنائنا الطلبة على انطلاق العام الدراسي، ونهنئ الكوادر التدريسية كذلك
في هذا اليوم المبارك الذي انطلقت به العام الدراسي لطلبتنا أعزاء في ظل ظروف حقيقة تعيسة جدا، خصوصا بعد ما سمعنا اليوم أن هناك وباء في محافظة السليمانية وخوفا الانتشار إلى باقي المحافظات. هذه الأمور كثيرة سوف تربك أيضا عوائلنا العراقية، خصوصا ونحن لدينا تجربة سابقة في كوفيد 19 الذي شكل وباء عالمي وما سبب آثار سلبية إلى العالم، واللي أكثر شريحة كانت متضررة فيه هم طلبتنا الأعزاء بعد أن تحول الدوام الحضوري إلى الدوام الإلكتروني وما شابه من مشاكل كثيرة. يعني حقيقة اليوم ابتداء العام الدراسي وأغلب المدارس في ظل الأعداد المرعبة التي تتواجد في المدارس من طلبتنا أعزاء دون حلول حقيقية من وزارة التربية، أعتقد في بداية انطلاق العام الدراسي سوف تكون البداية غير موفقة بسبب عدم تهيئ كافة الأمور اللوجستية التي تحتاجها إدارات المدارس ويحتاجها الطلبة، مما سوف يشكل أعباء حقيقية على عوائلنا العراقية. أستاذ أحمد الله وكيلك يا سارة، سلفة الكتب كل طلاب اثنين بكتاب، وما أعرف يعني فت قضايا تعال لازم الآباء يصبون المدارس لو يعني يجمعون لهم فلوس سبلت. ف يعني حق هسه المخرج ما ادري عنده حاله خاصه اليوم عاناها، ولكن اليوم استاذ احمد هذين بالله هاي الضغوطات كلنا نقدر نتجاوزها ومقدور عليها ومقدرين الوضع التربوي بالعراق ومقدرين البنى التحتيه والمدارس المتهالكه، بس قضيه الصحه يعني هذا اليوم نركز على هذا الموضوع لما تمس مصلحه صحه ابنائنا، يعني منو راح يتولى جانب التوعيه؟ منو راح يتولى جانب المحافظه على صحة أبنائنا؟ من اللي ممكن يراقبهم أو يتابعهم أو يرشدهم؟ يعني المفروض هناك لجنة مشتركة تكون ما بين وزارة التربية ووزارة الصحة، ومثل ما ذكر الأخ العزيز ضيفك الكريم هناك لابد أن تكون حملات توعية حقيقة إلى أبنائنا الطلبة في بصدد هذا الموضوع، فيجب على الحكومة العراقية أن تشكل لجنة مشتركة ما بين وزارة الصحة وما بين وزارة التربية لتلافي هذه الأمور. حقيقة جنابك ذكرت أنه موضوع الأبنية المدرسية والمناهج، يعني اليوم انطلق العام الدراسي وهذه مشكلة حقيقية سوف تواجه جميع الطلبة وعوائلنا الكريمة بأعباء مالية اقتصادية حقيقية لديهم، يعني اللي عنده 3 إلى 4 طلبة هاي مشكلة حقيقية سوف تشكل لدى العوائل العراقية في توفير القرطاسية التي خلص فقدت من وزارة التربية، ماكو أي قرطاسية تتوفر إلى طلبتنا الأعزاء. والمشكلة الأكبر أن المناهج الآن يعني أغلب المدارس العراقية لم تستلم أكثر من 5% من المقرر. نوهت وزارة التربية قبل بدء العام الدراسي وقالت يا ترى ما عندنا تخصيصات للطباعة، ما أكو موازنة، تعال يا الطالب يا المواطن يا ولي الأمر روح اشتري. هاي قضية. قضية أخرى أستاذ داود، يعني هو المشكلة يقول لك إذا تريد تضم سرك ضم ويم إعلامي. قعدنا في ندوة في ندوة لما يحكون عن قصة نجاح، خلي نعوف الجوانب السلبية خلي نروح للقصص الإيجابية. نعم احكون يا تربية قصة نجاح، قالوا والله عندنا مدرسة في التربية الفلانية كذا عندهم قصة نجاح، مديرتهم يا بس سوت المديرة صبغت. عمرت المدرسة. منين عمرتها؟ قال والله ورثبوها 250 مليون ذبت على المدرسة. حلو كلش حلو زين، يعني هسه مبادرة، يعني كم ورثبوا؟ كم واحد عنده أبو يضم له فلوس حتى يبنيه بها مدارس وحتى يبنيه في المدارس؟ يعني وصلنا لهالحال أنه التصدق على الطلاب مو هذا استحقاقنا. لما أقول حضرتك أنه هاي المشكلة الكوليرا وغيرها لازم معالجات النظافة والمياه وغيرها، لحد الآن عندنا دورات المياه مو مؤهلة. راح أضرب لك مثل على دورات المياه اللي هي مقررة من قبل منظمة اليونسكو صحيا وعلميا وحتى اجتماعيا، يعني لازم الطالب يتمتع بها كذا مواقع، وهي مثل ما يسموها هن بيوت راحة، يعني لكل 25 طالب لازم باب واحد مقعد واحد. عندنا مدارس بها 1200 طالب، يعني افترض بها 48 باب، هي ايش قد بها؟ 20.
يعني أصبحت لكل 50 طالب باب واحد وفي فرصة واحدة أمدها 5 دقائق. تمام. وهاي إذا مفتوحة ومسلكة المجاري هاي نعمة يعني، لكن غالبية المدارس المسالك المجارية مالتها ما مفتوحة. هذه أحد أسباب نقل الكوليرا ممكن تصير، لأنه هو يخرج من البراز، ينتقل من شخص إلى شخص بالبراز وينتقل من تناول الخضروات اللي تسقى بالمياه الثقيلة. هاي أحد مسببات الكوليرا اللي هي المرافق الصحية للتلاميذ ودورات المياه غير مهيئة أطلاقا. هاي واحد. السبب الثاني هو الازدحام داخل الصف وانقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود الهيئة البيئية للمدرسة أو للصف من ناحية التبريد أو التدفئة في الشتاء. هذه أيضا أحد مسببات حصول الرطوبة اللي هي أيضا من مشجعات هذه البكتيريا أن تنتقل في هذه الأجواء. فبالتالي إحنا بالعراق يعني حقيقة أنا دائما أقول أنه مقصود أنه يقتلون الوضع التربوي ويدمروه حتى نصل إلى مجتمع متفكك منسلخ من كل العقائد اللي يتحمله والورث الأخلاقي اللي أخذناه من آبائنا وأجدادنا وما درسناه نحن في المدارس السابقة. والآن إحنا في بداية العام الدراسي، وذكر الأخ قال لك 5% من محصلين المناهج، يعني المدرسة اللي تحصل 5% خير وبركة. عجيب. بالنسبة لها الله يشهد. مدارس بالكامل ما محصلة، حتى الكتب القديمة المستعملة هي ما استعملت في العام الماضي فقط وإنما اللي قبل الماضي أيضا استخدمت، فالآن وصلت عبارة عن كتب ممزقة بيد الطالب، وهي أيضا السبب له حقيقة شلون نقول انتكاسة في بداية العام الدراسي. احنا كنا طلاب صغار نفرح من نستلم كتب جديدة وجنطة جديدة وملابسنا جديدة، نجي منطلقين إلى المدرسة والعام الدراسي، الآن نسلم كتاب قديم تعبان قسم من الساحات المدرسة منتهي. أضرب لك مثل، في بداية العام الماضي اتصلنا بالمدير العام بإحدى المديريات اللي أنا تابع لها، ما أريد أذكر لأنه ممكن يسببوا لنا غير إشكالية، وقلنا له تعال شوف الساحة محفرة ما تصلح حتى حقيقة جوبة أجلكم الله أن تقف فيها الحيوانات. فقال أنا ما عندي ميزانية. اليوم تفاجأنا أنه راح يبني 6 صفوف في مدرستنا ويترك الساحة اللي هي منظر مهم وحالة نفسية مهم للتلاميذ وللطلبة اللي يقفون بها. فبالتالي تشوف انعكاس التخطيط يعني إلى أي مدى. أنا كنت أتمنى أنه كل ذوي اختصاص يكون في مكانه حتى ينطي عصارة خبرته وممارسته ورسمه للمستقبل في مجال عمله. ما ممكن أجيب شخصية هي مو تربوية وما مارس العمل التربوي ما متدرجة بالمسؤولية التربوية وتدير لي وزارة أو تدير لي مديرية أو تدير لي قسم. فبالتالي إحنا من نضع الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب أطلاقا راح نصل إلى متاهات وانتكاسات في كل المجالات وليس في المجال التربوي. طيب مرات أستاذ أحمد نعزو هذا الموضوع إلى عدم المتابعة، لربما ما عندنا قوانين أو تعليمات، لكنه هسه إذا أنا وياك الله وفقنا وفتحنا لنا مدرسة أهلية، الاشتراطات مال وزارة التربية قائمة طويلة عريضة، محدودية العدد وتوفر المرافقات الصحية، الحفاظ على النظافة وكذا كذا، التهوية والمكيف وقائمة يعني تعجيزية. طيب هذا الموضوع لما أنا كل هاي المسائل أعرفها تخدم الطالب، ليش ما أجي أطبقها بالمدرسة الحكومية؟ يعني هذه مشكلة حقيقية. اللي ذكر الأستاذ رائد نقاط كلش مهمة وحقيقة وموجودة على واقع الأمر. أستاذ أحمد أنت تعلم لولا مجالس الآباء عن طريق أولياء الأمور التبرعات لما بقى حال المدارس كما هو عليه الآن. أسجلهم أهلية بعد على وجه. وهو بالفعل التبرعات اللي أيضا أصبحت يعني دخلت في خانة الفساد لبعض الإدارات، أكرر لبعض الإدارات، يعني بحجة التبرعات صار ملف فساد إضافي أكثر. وهناك أغلب المديريات أصدرت هذا العام بتعاميم إلى كافة إدارات المدارس أنه التنقلات ما بين الطلبة يكون بالموافقة حصرا عن طريق مدير العام، واللي عنده علاقة مع المدير العام راح قدر أن يستطيع يحصل الموافقة بنقل ابنه، واللي ما عنده إلى الله. يعني لولا مجالس الآباء طيلة السنوات المنصرمة الماضية يعني حقيقة وزارة التربية كان وضعها يعني يحسد فيما هم عليه. كل هذه الأمور نوهنا مرارا وتكرارا وقلنا يا أخوان يا مجلس الوزراء زيدوا من المخصصات إلى وزارة التربية حتى لا تكون لها حجة أنه ما عندها أي مخصصات، وبالتالي اللي يدفع الثمن هو ولي الأمر مع ابنه التلميذ.
يعني كل هذه الأمور اللي ذكرها ضيفك الكريم ولدي نذكرها احنا، ماكو إذان صاغية حقيقة من وزارة التربية بالفعل اللي ذكره. طيب. انه دائما اختيار الشخص الغير مناسب بعيد كل البعد عن الجانب التربوي اللي جابته المحاصصة المقيتة. طيب. يعني التي التي وصلت البلد إلى ما هو عليه الآن. أثرت هذا الموضوع أستاذ أحمد، وقبل قليل أيضا نوه للأستاذ داود، وفي الملف الأول أيضا عندما سألت الأستاذ إيهاب عن تيار الفراتين عن شكل الحكومة الجديدة، هنا سؤال حضرتك أستاذ داود، نتحدث عن ما تفضل به ضيف الكريم في الملف الأول، يقول أنه راح تخضع الوزارات إلى اختبارات المتقدمين إلها واختبار الكفاءة اختبار المهارة. تتأمل أن تكون هذه الوزارة أستاذ داود هي بشكل مختلف عن الوزارات اللي سبقتها؟ يمكن إلياس. نعم تفضل أستاذ. مو شو مطبوع عليه. طبعا بالتأكيد أستاذ أحمد، أنا قرأت أو سمعت الخبر مال التصريح اللي كان مع ضيفك، يقول سيختبر الوزراء قبل قبولهم. أنا ما أعرف شو راح يختبرهم، يعني راح ينطيهم ورقة ومجموعة من الأسئلة حتى يجابون عليها الاختبار في لجنة متخصصة. في لجنة متخصصة لو يشوف خبراتهم وممارساتهم ونزاهتهم وقدرتهم على اتخاذ القرار ومتابعته. في مرة من المرات سئلنا بهكذا سؤال إنه مدى نجاح هذه الحكومة في إيفاء بوعودها، قلنا يابا هي الحكومة مقرر لها سنة، يعني نهاية 2023 كل الكتل اتفقت إنه يصير انتخابات مبكرة. والحكومة عندما تستقيم مضحة وخارطتها تسير بشكل صحيح وبوضوح تحتاج لها من 3 إلى 5 أشهر حتى تستقر الوزارة وتنهض بعد ذلك بالخطط. وأي مشروع ما تقدر تنفذه أنت خلال 6 أشهر 7 ويظهر على الوجود، خصوصا إذا كانت منشآت حيوية. فبالتالي هاي الوعود بعد ما تنطلي على أحد، يعني أنا من أوصل للمركز أستقر بعد أضرب عرض الحائط كل الوعود اللي انطيتها. 5 وزراء رؤساء وزراء، مع احترامي للسيد محمد الشيع السوداني أنا أحترمه وأعزه وما ملتقي به غير مرة واحدة، لكن أشوف به شخصية عراقية متجذرة جذورها داخل الوطن وعنده طموح، لكن مع المحيط اللي يشتغل به بالأحزاب هاي ما ممكن أحد يتحقق النجاح حتى لو كان عنده عصا سحرية ما لم يحارب المفسدين وحيتان الفساد والمافيات اللي موجودة والمحاصصة. فبالتالي احنا ما نتامل بحكومه سنه واحده تعطينا كل ما نتمنى او تقضي على هذه المواضيع اللي مدروجه اسمها. يعني انا اريد اقول لك اضرب لك مثل الفساد عندما يبتعد عن التربيه وعن القضاء البلد يكون في خير، هاي مقوله الكل يتداولها. الفساد الان وصل الى اداره المدرسه، اداره المدرسه ما تعطي ورقه قبول اذا ما تاخذ حجه من قبل بعض الآباء أنه والله جيب لنا فلان إحنا محتاجين كذا شغلة محتاجين كذا براد محتاجين سبلت، فيطرط الورقة والـ50,000 وما أكثر حتى تصير أموره. الحانوت المدرسي اللي هو اسمه حانوت مدرسي مو حانوت مديرية التربية ما يعطى مخصصاته وثماره إلى مدير المدرسة حتى يتصرف بها، وإنما يأخذ إلى المديرية العامة للتربية. المحاضر في عقد يا إسلام يا أمة يا ناس، المحاضر بعقد يأخذون منه 70 إلى 80 ورقة حتى يخلوه يوقع العقد. يعني وصلنا إلى متاهات أنه حتى العمل التربوي فقد الإنسانية وفقد النبل وفقد الرسالة وأصبح وضع مادي ليس إلا. وإلا ما معنى أنه مدير مدرسة ما يتعين إذا ما تأخذ منه 20 أو 30 ورقة؟ هذه كارثة، مو تربية، هذه أصبحت وزارة مادية حال حال الوزارات الأخرى. ولكل ما ورد في هذه الحلقة من وزارة الصحة والكوليرا وأيضا وزارة التربية حق الرد مكفول. نعم. لهم. نعم. في استضافتهم في هذا البرنامج أشكرك شكرا جزيلا سيد داود الحلفي. حياك الله. الباحث التربوي، الشكر كثير حضرتك أستاذ أحمد الجميلي رئيس مجلس الآباء والمعلمين في الكرخ الأولى، أثريت الحوار. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.